فعاليات كتير ما بتنتهيش، ولان احنا بنتكلم عن الابهار اللي بيقدمه مهرجان العلمين فلازم نتكلم عن الفاير ووركس واللي طبعا بيقوم بيها الفنان احمد عصام مصمم الالعاب الناريه والمؤثرات البصريه في مهرجان العلمين، واللي هيكلمنا دلوقتي عن ابرز مشاركاته في مهرجان العلمين وعن الاجواء في هذه المدينه العالميه. احمد عصام مساء الخير عليك. مساء الخير يا بسنت، ازيك عامله ايه؟ احمد انت خليني اقول عليك بابا المجال. لا بجد انت عارف يعني انت مش محتاج اشاده من اي حد، لكن فعلا انت بابا المجال. خليني اقول واحد بمهنيتك وانت خلاص انت عالمي دلوقتي، نقدر نقول بيستعينوا بيك في دول مختلفه، وجودك في مهرجان زي مهرجان العالمين احكي لي شايفه ازاي؟ شايف المهرجان ازاي؟ والله انا مبسوط جدا ان انا موجود في مهرجان العالمين للسنه الثانيه على التوالي، يمكن يعني اول سنه اللي فاتت كان اول مره ظهور للمهرجان وانا كنت مشارك فيه. ده يعني خلى الواحد يبقى عنده مسؤوليه كده، هيعمل ايه السنه اللي جايه؟ السنه دي في تحضيرات اكتر ومن بدري جدا التحضيرات حاصله للمهرجان، فكلنا كل واحد يعني بالحته بتاعته اللي هو بيشتغل فيها كان مركز جدا ان هو يحاول يكون مختلف عن السنه اللي فاتت، ومثالي هو ده اللي حصل. حتى المكان نفسه بتاع المهرجان مش هو نفس المكان بتاع الحفلات اللي احنا عملناه فيه السنه اللي فاتت، مكان تاني، ارينا، حاجه ما اعرفش انتوا شفتوها ولا لا، بس حاجه يعني فوق الخيال. يمكن انا اشتغلت في كل حته في العالم، لفيت يعني في كل الايفنتس اللي انا بلعب بيها في كل حته في العالم. لا احنا عاملين ارينا بجد بجد حاجه مبهره جدا 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 جدا، يعني حاجه مختلفه. ايه المختلف اللي انت شايفه السنه دي احمد في المهرجان؟ الارينا اللي انا يعني ممكن انا ما شفتش بقيه المهرجان، بس انا شفت الارينا اللي انا لعبت فيها الاوبننج. هي حاجه يعني لو انت اتكلمت على اي فيستيفال او اي مهرجان في العالم كله، لا متهيألي هو الارينا اللي حاصله دي اكبر بكتير كحجم كامكانيات ككل حاجه كفيجوال. يعني لو كنت لسه هقول لك الفيجوالز خطيره خطيره السنه دي، فظيعه 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 بصراحه يعني المكان نفسه يسيع عدد كبير جدا من الناس، احنا بنتكلم في حوالي مكان 100,000 واحد، مكان الارينا نفسها تشيل 100,000 واحد، يمكن المساحه دي نفسها مش موجوده في اي مكان في اي مكان في العالم مش في مصر بس. فلا هم اداره المهرجان والشركه المتحده السنه دي صمموا ان هم يعملوا حاجه مختلفه بجد. واعتقد كمان ان ده حصل في يوم الافتتاح، لو انت اتفرجت على الافتتاح ما اعرفش هو اتذاع ولا لا، كان يعني اكتر من رائع، فظيع 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 بجد، كان اوبننج رهيب جدا. والحفلات اللي جايه بقى كلها يعني اعتقد ان انتوا عندكم البروجرام بتاع الحفلات كلها حاجات اكيد فظيعه. طيب. كوزن ساهر وماجده رومي، انا يمكن انا هشارك في تامر حسني يوم 26 باذن الله، بنشتغل عليها من تامر دلوقتي. السنه اللي فاتت يمكن قدم لنا حاجه كده مختلفه لما طار في الجو، فالسنه دي غششنا كده يا احمد، هتعمل حاجه بسيطه. تامر حاجه بسيطه، تامر طول الوقت مختلف، هو عايز طول الوقت يبقى في حاجه مختلفه، فهيبقى في حاجه في حته الستيج بس مش طيران يعني. موضوع تاني، هل هينزل بقى من فوق ولا من تحت؟ يعني انا تامر اكيد هيعمل حاجه مختلفه شغالين عليها دلوقتي. انت الجميل فيك ان انت دايما عندك الاستعداد لده، يعني انت ما بتخافش، بتاخد الريسك. انا بحب بصراحه، انا بحب يعني متهيألي اكتر حاجه ممكن تكون يعني حاجه من ربنا نعمه كبيره جدا انك تكون بتشتغل حاجه بتحبها، فانا بحب السبيشال افكت، انا بحب الفاول. ربنا يديمها عليك نعمه. امين يا رب، امين يا رب. وبعد كده بقى عندنا بعد تامر متهيألي انا في عمرو دياب يوم 9/8. تجهيزاتك ازاي لعمرو دياب؟ لا ما بصي بقى، ده المسؤوليه بقى، دي الصعوبه في الموضوع. دي الصعوبه في الموضوع طبعا. لا طبعا هتبقى حفله قويه جدا. انا متخيل ان حفله يعني كل الحفلات هتبقى قويه طبعا، بس بتكلم في الحته اللي انا هشارك فيها تامر وعمرو، وبعد كده في كايروكي يوم 23. برضو كايروكي جمهور رهيب جدا جدا، كنت لسه بلعب معاهم امبارح في ليالي مصر برضو في اسكندريه. سولد اوت الحفله، اسكندريه كلها وقفت. انا كايروكي يعني يعني الشعبيه الكبيره اللي عندهم، مش حتى رهيبة. مش هقول الجيل الصغير، لا ده كل الاجيال فعلا، كل حفلاتهم بتبقى سولد اوت، ففعلا صح. هي مسؤوليه كبيره قوي ان انت عندك كل حفله اكبر من الثانيه. لا وكل حفله مزيكي غير الثانيه، خلي بالك ان الفاير ووركس او السبيشال افكتس معتمد على نوع المزيكا. فانا انت عندك كل حد من احنا بنقول اساميه المزيكا بتاعته غير الثانيه، فازاي انت تقدر تماشي ده مع الشغل بتاعك؟ دي حاجه مش سهله خالص. بس يمكن برضه ارجع اقول لك عشان انا بحب، فبقعد طول الوقت اقعد افكر والف واسوق واسافر واجيب حاجات مختلفه واجيب حاجات جديده عشان اقدر اكون مختلف مع كل واحد غير التاني. وانت كمان بتحب تتفوق على نفسك كل سنه عن السنه اللي قبلها، تجهيزاتك السنه دي كانت اعنف شويه خليني اقول. صح مظبوط مظبوط. بص هو انت لازم انت تستمتع
يعني انت لازم تكون تنجوي عشان تخلي الناس مبسوطه. فانا بحب ان انا اللي انا بعمله اكون انا مبسوط بيه عشان ده يوصل للناس. فهو ده الـ ده الـ ده التشالنج زي ما بيقولوا. انت مش هينفع الناس تكون مكرر، مش هينفع تكون شبه السنه اللي فاتت، مش هينفع تعمله مع تامر، تعمله مع عمرو، مع منير، مع حمائي. لا انت لازم مع كل حاجه تكون مختلف. وعايز اقول لك اللي بيساعدني في ده ان فعلا كل واحد مزجته غير الثانيه، فبتقدر ان انت تعمل حاجات مختلفه. ده غير الشو طبعا اللي انا كنت عملته السولو الاوبننج، وبرده في الفينال في شو سولو برضو، ده موضوع تاني خالص. انت كمان الفكره انه فنانين كبار ومهرجان كبير بيساع، احنا بنتكلم على عدد مهول من الجمهور اللي يقدر يحضر، ف بالظبط انك كمان تبهر العدد الكبير ده اكيد محتاج مذاكره كتيره قوي منك وكبيره منك. محتاج ما تنامش. يعني محتاج ما تنامش، لان انت كمان يعني ده مش مهرجان عادي، ده مهرجان بتمثل فيه بلدك. فان يبقى عندك مسؤوليه انك تمثل بلدك ده شرف كبير جدا ومسؤوليه كبيره جدا لازم انت تكون قدها. لازم تكون مقدر قد ايه انت بتمثل بلدك. العالم كله دلوقتي انا عايز اقول لك ان في ناس كتير جدا حضرت الافتتاح مش من مصر، من كل دول العالم، من جنسيات مختلفه، لان خلاص المهرجان بقى زي كل المهرجانات العالميه. بييجوا يحضروا ناس كل سنه سبيشال الشهرين بتوع الصيف، مش يتفرجوا ايه اللي بيحصل عندكم، ايه الجديد اللي عندكم. فطبعا ده شرف كبير جدا ومسؤوليه كبيره جدا، واتمنى ان يعني تكونوا انتم مبسوطين من اللي احنا بنعمله. احنا مبسوطين جدا يا احمد، وانت زي ما قلت لك انت بابا المجال فعلا. احمد عايز ارجع معاك سريعا جدا بس للافتتاح، وخليني اسالك شفت ازاي اغنيه اصحاب الارض ريمكس اللي اتعمل على اغنيه اصحاب الارض وليفا بالستينا، شفته ازاي؟ بص هقول لك على اول حاجه، اما قالوا لي على الموضوع ده هيحصل انا رحت شفت البروفا جسمي اشعر، عارفه الاحساس ده؟ لان هم الموضوع كان شكله مختلف، وفلسطين طبعا كلنا في قلوبنا يعني، فان هم بدايه المهرجان بحاجه لفلسطين دي اثرت فينا كلنا بصراحه. اكيد اتعملت حلو قوي، الفيجوال كان حلو قوي، دينا غنت حلو قوي، الاستعراضات كانت حلوه قوي، فاير وركس دخلناه جوه ده، فالموضوع كله كان لوحه فنيه رهيبه جدا. يا رب نكون قدرنا ان احنا نعبر عن حاجه ولو صغيره لفلسطين، يعني ان احنا معاهم يعني. اسعدتونا وامتعتونا يا احمد، ومنتظرين اللي جاي وربنا يوفقك. يعني حفلات زي ما انت قلت كلها اصعب من بعض، سواء تامر او عمرو او غيره او غيره، احنا بننتظر هذه الحفلات وجمهور كبير قوي منتظر انه يحضر هذه الحفلات. كل الشكر ليك يعني النجم الكبير احمد عصام. يعني خليني أقول إنه ده اللي بيميز مهرجان العالمين.